أنتقل إلى ملف آخر من صحيفة عكاظ التي أشارت في صفحتها الأولى إلى ترحيب جماعي على قرار البدء في استخراج سجل الأسرة للمرأة، حيث تابعت نجاح 4 أعضاء من مجلس الشورى والذين أطلقوا عليه تكاتل 3+1 من تحويل مقترح تعديلات على بعض أنظمة الأحوال المدنية إلى واقع. كما نقلت عكاظ تأكيد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية بأنه لا يحق للمتزوجة الحصول على سجل طالما أن زوجها غير معدد، فهو شرط حصول المرأة المتزوجة على سجل أسرة لأبنائها. دكتور، كيف وجدت هذه المادة واهتمام صحيفة عكاظ بقضايا المرأة المطروحة في مجلس الشورى؟ أولا هنا نكتة طريفة، أنني وأنا أقرأ الموضوع كنت أضحك، يعني الزوجة التي لا تعلم أن زوجها معدد ستعلم حينما تحاول البحث عن سجل الأسرة. الجانب الآخر، هذا الموضوع للمرة الثانية يطرح في هذا البرنامج، وأجدد الشكر للرباعي 3+1، هيا المنيع، لطيفة الشعلان، سارة الفيصل، وعبد الرحمن الداود وناصر الداود، لأنه سيكون لهذا الرباعي فضل كبير على الأجيال وعلى المرأة في بلادنا لسنوات قادمة. الموضوع واضح جدا من خلال البروفايلات على الوجه الخصوص التي أفردتها عكاظ للأربعة أعضاء في مجلس الشورى الذين كانوا وراء هذا النظام. واضح جدا أن الموضوع صيغة بعقلية حقوقية تتعلق بحقوق المرأة، ولم يكن موضوعا صحفيا مجردا، ولذا أشيد بطرح عكاظ، فهكذا يكون المهمومون بالوطن وبالمواطن وبالإنسان. نعم أستاذ عادل، قدمت عكاظ لمحة عن حياة أعضاء التكتل الذي نجح في تمرير القرار، ما الذي أضافته في هذه المادة؟ الحقيقة عكاظ لم تقدم لمحة، عكاظ تميزت بهذا البروفايل وبالمادة بالابتكار في العناوين 3+1، هذا مصطلح لأول مرة يستخدم في طرح هذا الموضوع. معروف أن الصيغة البديلة 3+1 حتكون 3 أعضاء من مجلس الشورى أو 4 أعضاء من مجلس الشورى، فستكون هذه الصيغة مكررة وليست جاذبة، لكن الابتكار في 3+1، 3 عضوات مقابل عضو واحد، الحقيقة هو الإضافة الحقيقية، اللمحة الحقيقية. البروفايل عمل مهني واحترافي، وليس أي صحفي يستطيع التميز في البروفايل، لأنه عمل إبداعي، ليس عمل خبر، مجرد خبر يجيب على أسئلة إعلامية.